10 لنقابة مفتشي التعليم، مجلس إقليمي لنقابة مفتشي التعليم بمديرية نواصل. في ظل صمت مطبق من طرف الإدارة الإقليمية ووضع المهني يزداد سوءا يوما بعد يوم، ينفذ مفتشات ومفتشو مديرية نواصل برنامج نضاليا حتى استرداد حقوقهم المعنوية والمادية، بدءا باعتصام داخل المديرية لإسماع ندائهم لمن يهمه الأمر. نظرا لعدم التفاعل الإيجابي للمديرية الإقليمية مع بيان 26 نوفمبر 2022 واستمرارها في سياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي لم يعهدها أطر التفتيش من قبل، وعدم انخراط السيد المدير الإقليمي من أجل إيجاد حلول عملية ومعقولة للمشاكل والإكراهات التي استوطنت مصالح المديرية والارتجالية في التدبير الإداري والتربوي للشؤون التربوية والمادية والمالية بالمديرية الإقليمية المرتبطة بظروف العمل الخاصة بهيئة التفتيش، وغياب الحد الأدنى من الوسائل الضرورية لأداء مهام التأطير والمراقبة التربوية، وعدم تسوية المستحقات المالية العالقة والمتراكمة منذ الموسم الدراسي 2016-2017. عقد طبعا المجلس الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالمديرية جمعا عاما تقييميا عن بعد يوم الاثنين 19 نوفمبر 2022، تدارس خلاله وضع هيئة التفتيش بالإقليم وظروف اشتغالها ومسار ملفها المطلبي من خلال عرض مخرجات اللقاءات العديدة لأعضاء اللجنة النقابية مع السيد المدير الإقليمي، كما وقف على مختلف المشاكل التدبيرية المرتبطة بمهام الهيئة خلال الموسم الدراسي الحالي. وبعد نقاش جاد ومسؤول يسجل الجمع العام الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالنواصر ما يلي: تنويهه بالانخراط الفعال لمفتشات ومفتشي التعليم في جميع العمليات التي دعت إليها الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية، والسعي الجاد إلى إنجاحها بالرغم من المشاكل التدبيرية، وآخرها امتحانات شفوية للأطر النظامية التي امتدت أسبوعا كاملا خلال العطلة البينية. افتخاره بالمستوى الممتاز للتأطير والمراقبة والمواكبة والتكوين المهني الذي تعمله هيئة التفتيش بالمديرية على ترسيخ والذي يأتي كثمرة عمل متماسك ودؤوب مع أطر الإدارة التربوية وأطر التدريس وكل الهيئات العاملة في مجال التربية والتكوين. اعتزازه بالدماء الجديدة التي دخت في صفوف الهيئة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.